اللهم لك الحمد على كل شيء. أنا من أقل 6 من الشباب رصيدا، خصميات، أشياء سويتها، ما بقول ظلم، انظلمت من أبو كاتم، لا، بس الحمد لله والشكر على كل شيء. راح أخش دحين البرايم بإذن الله، أحاول الأسئلة اللي أعرفها جاوبت عليها، الأسئلة اللي ما أعرفها يحالفني التوفيق والحظ من الله عز وجل، وإن شاء الله أني أعدي. الشيء الوحيد اللي راح أندم عليه في البرنامج اللي ما سويته في بعض الفرص اللي ما استغليتها، وربك كريم إن شاء الله، الله يوفقنا يا رب. قد تكون بعض البرايمات عبارة عن نقطة آخر السطر، ولكن بإذن الله سأحاول أن أكتب سطرا جديدا لأكتب التوفيق بإذن الله. شوفكم. برايم برايم كل أسبوع، برايم كل أسبوع، برايم. يا أخي ما صارت هذه، والله ما صارت، لكن بإذن الله داخل برايم وراح أخرج برصيد عالي وراح أرجع القرية بإذن الله. وصولي لهالمرحلة أول البرايم هو بسبب عدم توفيقي ببعض المسابقات، لعبة الحظ ما كانت خادمة زياد كثير، لكن الحمد لله على كل حال إن الله كتب ورجعت للقرية، فراح أعوض كل دقيقة فاتتني داخل أسوار القرية، وإذا الله كتب ولم أعود إلى القرية راح إن شاء الله ألتقي بجميع أخوياي وأصدقائي بعد القرية، وراح تبقى قلوبنا على بعض زي ما كانت في القرية خارج القرية. أكيد إني ندمان الوصول لهنا، لكن الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال دخلنا للبرايم المرة الثالثة، عجزنا نرفع منذر الرصيد وعياء ما يرفع معنا، ولكن ندخل بإذن الله البرايم ونجاوب على الأسئلة ونرجع برصيد طيب، وإذا ما يعني ما حالفنا الحظ نرجع لهنا ونقول الحمد لله على كل حال. وصولي للبرايم، طبعا أنا إنسان فسقان أدفع ولا أبالي، ما توفقت ببعض المسابقات، طارن علي فلوس، راضي عن كل شيء قدمته ببرنامج، لكن الشيء الوحيد اللي زعلان عليه اللي هو راح أخسر أصدقاء القرية، راح أخسر أجواء القرية، متعته وناس تنقوم نومنا مع بعض وكل واحد ينصح الثاني يتهاوش مع الثاني، حياة ثانية، لكن إن شاء الله نعوضه بعد القرية بإذن الله. عندما تقترب من اللحظات الأخيرة والمنافسة النهائية أكيد خروجك من البرنامج الآن معادلة غير عادية،